والرسل ديل ما دعوا الناس لشر، دعوا الناس للخير، دعوا الناس لسبيل الجنة، لطريق الجنة، دعوا الناس لرضا الله سبحانه وتعالى وللتعلق بالله جل وعلا. وده التوحيد. والبشر الله خلقهم عشان الموضوع ده، عشان موضوع التوحيد. قال سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هناك في سورة النمل رب العرش العظيم. فرب العزة والجلال ما خلقنا ساي، خلقنا عشان العبادة. وعشكي دعوة الرسل إن الناس تعبد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس في العبادة انقسموا، في ناس عبدوا الشمس زي ما في زمن سليمان عليه السلام، في كفار عبدوا الشمس وسليمان عليه السلام دعاوا للتوحيد، وفي ناس عبدوا الشجر، في ناس عبدوا الأحجار، في ناس عبدوا الأصنام، في ناس عبدوا النار اللي هو المجوس، في ناس عبدوا البقر لليلة في الهند تلقاهم، في ناس عبدوا البشر زي ما في زمن نوح عليه السلام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تذرن يعني لا تدعن، ما تخلوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ودود عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ده عالم من علماء الصحابة، قال هؤلاء أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح. الخمسة ذين كانوا بيعبدوا الله وكانوا علماء وماتوا في أوقات متقاربة، يعني مات ذاك مات بعده، ده مات بعده في وقت قريب من بعض، أوقات متقاربة. الناس يتأثروا بهم، الناس بيحبوا العلماء بيحبوا ناس الدين، لكن الزول المحبة دي يضبطها بالشريعة الإسلامية، ما يدي زول الدين حق الله سبحانه وتعالى، ما يعظمه زي ما بعظم الله، ما يناديه زي ما بنادي الله، ما يحلف فيه زي ما بيحلف في الله، ما يديه صفات الله، ما يقول فلان بيعلم الغيب، ما يقول فلان بيدي الذرية، ما يقول فلان بيتصرف في الكون، ما يقول فلان ناديه في الشدائد. ديل وقعوا في الغلط ده قوم نوح عليه السلام، قاموا عبدوا الخمس صالحين ديل، وده ما تفسيرنا نحن، ده تفسير عبد الله بن عباس ودعم الرسول عليه الصلاة والسلام، والتفسير ده تلقوه في صحيح البخاري وتلقوه في تفسير ابن كثير. البشر ديل العبدوا غير الله، الله وجه لهم أسئلة، قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. خير نعبد الله براو ولا نعبد معه غير؟ الجواب خير نعبد الله براو، ده الواجب علينا. ليه؟ الله ورانا بعد ذاك في الآيات دي، قال أمن خلق السماوات والأرض، السماوات الخلق منه والأرض الخلق منه، وأسي أكثر ذول بيقول أنا صالح، بيقول أنا ولي، بيقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا. لو سألنا قلنا ليه السماء دي الكبيرة دي أنت خلقت فيها متر؟ بيقول لا. خلقت فيها مترين؟ لا. خلقت فيها شبر؟ لا. يبقى هو ضعيف، والله هو القوي، هو الخالق سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، نزل المطر الله سبحانه وتعالى، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يسوون غير الله بالله. يعني ذول بيقول يا الله ويا فقي فلان، يا الله ويا الشيخ الفلان. ده الشرك يا جماعة. الله دايرك تنادي براو، قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي الآيات دي قال بل هم قوم يعدلون، يقول ينادوا الله وينادوا غير الله، دي الله ما بيرضى. الله قال ولا تدعوا من دون الله ما تنادي، قال ما تنادي غيري، ما لا ينفعك ولا يضرك، قال لك غيري لا بينفعك ولا بضرك. فإن فعلت مشيت قلت لا بنادي غير الله فإنك إذا من الظالمين. انت زول ظالم لأنك شلت حق الله اديته لغيره. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني الضر لما نجيك ما بيكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. لا حجاب بيكشف الضر، ولا محاية بتكشف الضر، ولا مخرب تكشف الضر، ولا شيخ بيكشف الضر، ولا تراب بيكشف الضر، ولا ورقة بتكشف الضر، ولا ودعة بيكشف تكشف الضر، ولا صالح بيكشف الضر، ولا طالح بيكشف الضر. عشان كده هناك في الآيات دي قال بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض دي ثبت منه، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي الجبال، وجعل بين البحرين حاجزا. الله يجري البحرين ده لونه أزرق وده لونه أبيض ويتلاقى سوا، والموية الطاقش الموية وبعد ده ما يتلخبط. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ده يوريك عظمة الله سبحانه وتعالى. الآن سمعت لو واحد شالت جك بتاع موية، جابت كباية من بيت بتاعت موية كبتها، جابت تاني كباية من ترعة كبتها، لو قال لا طلع لينا الموية الأولى من الموية الثانية لخبطتها في الجك ما بتقدر تتلخبط الموية. الله بجرين بحرين سوا ما بيتلخبط. هذا الزول عينه له ده أزرق وده أبيض والموية تتطاقش ولا نقطة ما بتتلخبط بغاد. ده يوريك عظمة الله سبحانه. الله خلق الإنسان ده الآن في بطن أمه، الزول في بطن أمه قاعد في موية، الموية لو نقصت الدكاترة يقولوا سووا عملية طوالي والمرض لازم الآن تلي. الموية دي لو نقصت بيقولوا الود ده بسخن بتسلخ. ومع إنه الطفل الضعيف ده قاعد في موية لما نلتوه ويكبر ويبقى شاب عمره 25 سنة لو دخل جوا الموية قاعد جوا الموية نص ساعة بيغرق بيموت. أيام ضعيف بيتحمل الموية وأيام قوي ما بيتحمل الموية. فالزول يا جماعة دائما يلجأ إلى الله، يتعلق بالله، يوحد الله، ما يتعلق بغير الله، يجعل عقيدته في الله صحيحة إلى آخر الآيات من سورة النمل. والزول يا جماعة ما يعلق حاجة في الطفل، ما يعلق كمون، ما يعلق ودعة، ما يعلق حجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود صححه الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم يعني الحجبات والتولى شرك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن النسائي حسن الألباني من رواية عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. في ناس كالضابين يقول لك الحجبات دي الخرزات، يقول لك الحجبات دي الشوكاني قال الخرزات. الحجبات ما خاصة بالخرزات، الحجبات أي شيء زول علقوا اعتقد إنه بتم به ودفع العين وبتم به ودفع الضر عنه الضر. فده حجاب ده تميمة وده شرك. شكي قال من تعلق شيئا، لو قال من تعلق خرزا، لو قال من تعلق ودعة معليش، لكن قال لك من تعلق شيئا أي شيء
من تعلق شيئا نكر في سياق الشر تفيد العموم. وكل إلي الله بخليك ويوكلك للشيء الضعيف ويوكلك للشيء الضعيف. والإنسان بيهلك في الدنيا والآخرة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. أي تميمة. عشان كده الصحابة دين عبد الله بن حكيم، عقبة بن عامر، حذيفة بن اليمان، عبد الله بن عباس، الصحابة دين كلهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قالوا التميمة دي حرام ولو كانت من القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك، ما قال تميمة من كذا ومن كذا، أي تميمة ده وقع في الحرام وخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولو كان القرآن بيعلقوا حجبات وتمايم كان الرسول عليه الصلاة والسلام علقوا الحجاب لما يخش المعركة ويخش الحرب، لكن ما علقوا ولا الصحابة علقوا. بيكذب ساي على الصحابة يقولوا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيعلق لأولاده، عبد الله ما كان ولا أثر ذاته اللي بيجيبه ما ثابت، لأنه من رواية محمد بن إسحاق ده مدلس، روايته ما صحيحة ما ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو يجيبوا أثر عن أبي دجانة رضي الله عنه وده كذب على أبي دجانة كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، تأثر موضوع مكذوب يعني. فالزول يا جماعة يتعلق بالله، ما فيش في القرآن يا جماعة، أقروا من الفاتحة للناس ما بتلقوا محاية، ما في دي حاجات جابوها ناس ببيعوها عشان يتاجروا بها ويغشوا الناس، والله الذي لا إله المحايات دي ما في القرآن ولا في السنة. القرآن تقرأه قراية، زول يقرأ للمريض، يقرأ للمسحور، يقرأ للمعيون، يقرأ للزول الممسوس، لكن ما يحيط السكن في موية يقول دي محاية وملابس غاد، ده فيه ضرر للزول، السكن ده بسوي حصوة ويسوي مرض. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولو كان في محاد كان عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ما عمل معناه حرام، لأنه قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني بتجيبوها جديد الأشياء دي. ما في بخرات في الشريعة الإسلامية، ما ممكن الله ينزل القرآن من فوق يتكلم به ويسمع منه جبريل عليه السلام وينزل به ليل واطا يسمع للرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نجي نحرقه نقول للعلاج بخاره ده للعلاج. القرآن مش بعجبه بالبخرة، القرآن بعجبه بالقراية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والله يا جماعة دي كلها بدع جابوها، ما أنزل الله بها من سلطان، والزول لو عمل وقع في الحرام وقع في طريق البدع وعمله مردود. الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قال من علق تميمة فقد أشرك. فالزول يتعلق بالله يخلي عقيدته في الله، لو مرض يقول يا رب وإذا مرضت فهو يشفيني، لو دار قروش قل يا رزاق أرزقني، لو دار ذرية قل يا وهاب هب لي ذرية، لو والله ما اداه بعد 10 سنة بعد 15 سنة اصبر. أول ولد ولده لإبراهيم عليه السلام عمره 87 سنة إسماعيل، وتاني ولده له ولد بعد 12 سنة عمره 99 سنة، وبنى بنسانه إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعد أن أبقيت كبير إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فما بزول يا جماعة بنت جنة، ما بزول بيعلم الغيب. الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الطبراني في المعجم الكبير والحديث صححه الألباني من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ده تهديد، ليس منا يعني الرسول بريء من الزول، ليس منا من تطير أو تطير له، تطير يعني تشاءم،
زول اللي بيتشائم بيقول اليوم ده كعب، مين يجي انا بتضايق وفلانه دي من اشوفه معناه اليوم ده كعب وبيحصل لنا مشكله وكذا الى اخره. من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له، اللي بيقول بكره بيحصل كذا وبكره بيحصل كذا، الله قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ده ما قران. او سحر او سحر له، مش يعمل لعمل او عمل العمل ده سحر. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده حديث. النقطه الثانيه والاخيره يا جماعه، الخجل والحياء. المراه لو بقت دميمه في خلقتها، لو بقت ما جميله لكن عندها خجل، دي الحاجه الكويسه في المراه. ولو بقت اجمل امراه وما عندها خجل، بتزاحم الرجال، تقعد قدام الرجال وتتكلم معاهم وباسم انه ده دين، والرجل يجي ما بيخجل يقعد في نص النسوان ويعايلين ويقول للمراه انت ابقي كذا وامشي اعملي كذا وسوي كذا وسوى كذا وفي نصين ولا يخد حجاب بينه وبيني ولا كذا، ده مخالف للشريعه الاسلاميه. وانا اديكم بس مثال واحد واختم. الله قال عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين، جلي مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، مجموعة من الناس، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان عندهم بهايم، الحقن في البهايم بيجاي وبيجاي ويدفرن في البهايم، واقفات بعيد من محل الرعاة منتظرات الرعاة يزحوا عشان يجي يسقن البهايم. قال ما خطبكما؟ موسى عليه السلام نبي كريم جسأل البنتين شابات، قال لهم ما خطبكما؟ انتما الكن؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما الرعاة دين يمشوا بعيد حتى نحن نجي نقرب من المول، ده الادب يا جماعه. المرء الجد ومرأة مؤصلة ومرأة بتخاف الله، والله ما بتقعد مع راجل ولا مع الرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وليت جيتوا؟ ما بزول عندكم أخو؟ أبوكم وين؟ وأبونا شيخ كبير. لو ما كبير وقاعد في البيت كان مخليجي هو، لكن هو كبير وقاعد في البيت، عشان كذا نحن جينا اضطرينا اضطرار، لأن المرأة سماحة تكون في بيتها ما تمرق من بيتها. الله قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حتى نسوان الجنة، الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان قال الله مدح حتى الحور العين، مدح إن قاعدات في جوا، حور مقصورات في الخيام. المرأة سما تكون في بيتها. وقال وعندهم قاصرات الطرف إنا مدعى إن إلا لزوجة. دي المرأة في النهاية رأي زوجة بن عنبية، ودي بترضي الله سبحانه وتعالى. وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، موسى عليه السلام ساق البهايم سقلين. أها الحصل شنو؟ هل تاني يتكلم معاي؟ لا. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وده يوريك إنه الزول المأدب، زول الدين الجد لو زي شغل موسى عليه السلام، ابعد بعيد إياكم والدخول على النساء. زول دخل في نص النساء، ده ما زول دين. لو ما بقى بينه وبين النساء حاجب وحاجب، ده والله ما زول دين. إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو أخو الزوج وقريب الزوج؟ قال الحمو الموت. الموت ده لو دخل أخير يدخل الموت، ولو ده لو دخل بيجي الموت بعدها، لأنه بتحصل مفاسد. القحطاني قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أسمان. تضيع سال. ولذلك تولى إلى الظل وقال إن وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دار علق تعليق أخير، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء.
العلماء قالوا لي يقبل كان الاثنين بيزقل واسي بقت واحد جات. قالوا لانه الرعايه المره براه ما بتقدر ما زي الراي، اضطرت الثانيه تمشي معاه. لكن كونه تنادي زول تكل خبر تنقله واحد بتقوم بالموضوع، عشان كده الثانيه ما حريصه على المرقه، قعدت في البيت ما حريصه على المرقه. شقي قال فجاءته احداهما تمشي كيف على استحياء، جات خجلانه بجنبه في الحيطه، ليس لكن وسط الطريق بجنبه ماشيه مع الحيطه وجاد. قالت ان ابي، ما قالت له انا، ان ابي يدعوك. ابوي البيت لما تقول ابوي دي بيت مؤصله، ما بتخاطب، هي خطاب مباشر، تقول ابوي. وما وناداك لياته موضوع ليجزيك اجر ما سقيت لنا. موسى عليه السلام ما مشى معاه في الشارع، قال لا ابوك كيف وعمره كم وكذا، ما تونس معاه، مشى قدامه ولا مشى وراه عشان يعاين ليه، لانه مؤدب، مشى قدامه ولانه ما عارف الشارع. هي بتشيل الحجر، شايل الحجار في يدها، لما تجي في اللفه يمين تجد على حجر جهه اليمين يقوم يلف يمين، ثاني تجد على حجر جهه الشمال يلف شمال عشان ما تتكلم مع الراجل. ده الادب يا جماعه، وده الحياء، وده الخجل، ودي لو صفه وجدت في المراه والله دي هالمراه الله بيرضى عنها، أن بتكون موحده وتصلي وخجوله ولابسه الزي الشرعي وما بتخاطب الرجال، دي احسن النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الحياء لا ياتي الا بخير، والحياء بيشبه الخجل، الزول ما يصادم الناس، ما كذا يصادم الرجال، الزول يقوم بحق الله، الزول ما يجيب القبايح، الزول يطبق الشرع في نفسه، الزول لازم بيته. انتوا في خير، نسال الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وان ياخذ بالنواصي الى البر والتقوى. وما اي زول يا جماعه، الزول والله بيتعلم منه، زول بيجوز للناس المحايات والبخرات ويحاول يكذب على الصحابه ويقول لهم في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واثار ما عندها سند ولا كذا، الزول حرام يقعد يسمع له، لانه ده بلخبط الدين. الله قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويأخذ بالنواصي إلى البر والتقوى. ده سؤال قال أخذ تسأل هل يجوز التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما بجوز، لأنه الجاه المكانة، والرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الصحابة كانوا يقولوا لي أدعو لنا الله، في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري كانوا يقولوا لي أسأل لنا الله ينزل لنا المطر، فكان بيسأل الله. أما بعد وفاته الصحابة ما كانوا يتوسلوا به، والحديث الوارد في الكلام ده ما ثابت، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الجزء الأول من الفتاوى، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتلقوه في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الكتب المعتبرة بأسانيد صحيح، فده حرام. لكن الزول يتوسل لله بالعمل الصالح، يقول يا الله أنا صليت لك، يا الله لو صلاتي دي أنا أخلصت فيها وأفضت فيها الحد، يا الله فرج عني كربتي، يا الله اديني الشيء الفلاني، ده ما فيه حرج وده مشروع، كما في حديث الثلاثة نفر الذين آوى بهم المبيت إلى الغار، واحد يتوسل ببر الوالدين، واحد يتوسل بترك المعصية مع ابن عمه خوفا من الله، واحد يتوسل بالأمانة وأنه أعطى الأجير حقه، فأزيلت الصخرة وفرجت يعني كربتهم، فرج الله كربتهم. النقاب هل فرض أم سنة؟ واجب. الجواب أن النقاب واجب، ده الصحيح يا جماعة، النقاب واجب. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا، متاعا يعني الشطة والملح والدقيق وكذا، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ودي بلا تكفي، إذا كان أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وغيرهم من أفاضل الصحابة أفضل ناس وقلوبهم أحسن قلوب، وبعد ده قال لهم أمهات المؤمنين لما تجوا تطلبوا منهم حاجه، زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام تطلبوا من وراء حجاب، يعني ما مباشر طبعا، من وراء حجاب تتكلموا وراء،
فدي دي دي يوريك يعني وجوب الحجاب، لأنه الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ده الفوق الرأس، والجيب دي فتحة العنق، فتحة العنق يعني قال له وليضربن بخمرهن على جيوبهن يغطى من فوق لتحت، يعني تغطي الوجه وكذا. عشان كده عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم في حديث الإفك، حادثة الإفك، قالت فخمرت وجهي، فخمرت وجهي إلى آخر الأدلة. وده كلام ابن عباس، ده كلام ابن حجر العسقلاني، وكلام الإمام السلام.